لقاءات ثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من قادة الدول والمؤسسات الإفريقية على هامش اجتماعات بنك التنمية الإفريقي. الرئيس السيسي يدعو المؤسسات التمويلية الدولية لمراجعة معايير وشروط حصول الدول على قروض ميسرة. في ثاني جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لجنة الصناعة توصي بالتركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية. 9 مساء في القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. عزم مصري راسخ على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الإفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية. وفي هذا الإطار تأتي استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية كدليل على مدى الاهتمام الذي تليه القيادة المصرية لكل ما يخص القارة الإفريقية من تحديات. إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة، مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك. على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي بمدينة شرم الشيخ، التقى السيد الرئيس عددا من قادة الدول والمؤسسات الإفريقية. تناولت اللقاءات سبل دفع العلاقات الثنائية إضافة إلى أهم الملفات على الساحة الإفريقية. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ تحت شعار تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الافتتاح شهد مشاركة عدد من السادة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الإفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد السيد الرئيس أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس التقى على هامش الاجتماعات بالرئيس عثمان غزالي رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، حيث ناقش الرئيسان جهود الاتحاد الإفريقي في تعزيز الاستقرار والتنمية وتسوية النزاعات ومواجهة آثار التغيرات المناخية في إفريقيا،
فضلا عن التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وجزر القمر. كما التقى السيد الرئيس مع الرئيس إميرسون مانانغاغوا رئيس زيمبابوي، حيث بحث الرئيسان كيفية تفعيل أطر التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين. والتقى أيضا السيد الرئيس مع رئيس وزراء بوروندي جيرفي نادير أكوبوكو، حيث تم التطرق إلى الملفات الإفريقية المطروحة على الساحة وتأكيد مواصلة جهود الدولتين لتعزيز آليات التعاون الثنائي في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بينهما. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس التقى كذلك مع كل من السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. والسيد ناردوس بيكلي توماس الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد، والسيدة تشيلسي كابويبوي الأمين العام لمنظمة الكوميسا، حيث ركزت اللقاءات على بحث سبل تدعيم عمل وفعالية أجهزة الاتحاد الإفريقي ووكالاته ومنظماته ودفع جهودها لتحقيق وحماية مصالح الشعوب الإفريقية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة اقتصادات الدول الإفريقية إلى حلول تمويلية لمواجهة تحديات تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ. لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة. ولقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة، مما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحاً، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي. ونذكر منها على سبيل المثال للحصر 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 144 مليار دولار سنوياً لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، 108 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية. كما أكد الرئيس السيسي أن القارة الإفريقية تتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية. ودعا الرئيس السيسي المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر، عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية. كما أغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل
على حد سواء، خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول. توسط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ. وشارك في الافتتاح عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي. We'll be right back.
في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن الدول الإفريقية ليست بحاجة لقروض مرتفعة التكلفة، مضيفا أن الدول القارة تحتاج إلى الاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة. وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فإنه قد يكون من المناسب أن تنظر تلك المؤسسات في اتباع نهج جديد لمساندة دولة القارة الأفريقية، دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصاد دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تعزز التنمية المستدامة. مرحبا بكم مجددا في نشرة التاسعة. أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن البنك الإفريقي للتنمية يدعم دول القارة لمواجهة التحديات العالمية. وأشار السيد حسن عبد الله إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته للمشروعات الصديقة للبيئة. ولعلكم تشاركونني الرأي في تحقيق الطموحات التنموية، إنما يؤكد على أهمية الدور المنوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة، وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الإفريقي الذي يلعب دورا محوريا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص. وهو الأمر الذي يفرض ضرورة النظر إلى إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، سعيا إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل. تلقى البنك المركزي المصري إشادات واسعة بالتنظيم المبهر والاستثنائي للاجتماعات السنوية الحالية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي. فقد أعرب فينسنت نيميهل الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في قيادة إعداد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. كما قدم رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إيكينومي إيديسينا الشكر والتحية على ما وصفه بالعمل المثير للإعجاب والذي قدمه البنك المركزي المصري. وأيضا تقدم غزالي عثماني رئيس جزر القمر رئيس الاتحاد الإفريقي بجزيل الشكر لمصر والمنظمين لفعاليات هذه الاجتماعات. على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأمين العام المساعد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدرديري. وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء بتوقيع اتفاق للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة ما بين عام 2023 و2027 بين مصر والأمم المتحدة، معربا عن تقدير مصر لعلاقات التعاون
الممتدة مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وما أثمر عنه من برامج ومشروعات تنموية متنوعة تم تنفيذها على مدار العقود الماضية. واتفق الجانبان على قيام مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيارة عمل لمصر لبحث مجالات التعاون المختلفة وآليات تعزيزها. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه يمكن للبنك الإفريقي للتنمية الدخول وبقوة في مبادرات إقليمية أو قارية. جاء ذلك خلال كلمة مدبولي خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ. البنك بيضمن عدد من الدول الأفريقية وكل الدول الأفريقية في تأمين تمويل ميسر، ويمكن هو ذكر النموذج المصري في تأمين أن احنا ندخل بنعمل سندات الباندا، وأن البنك بيقدر أن هو بيضمن مصر في هذا الشأن. أعتقد دي تجربة شديدة الأهمية. وأيضا دخول البنك بقوة في دعم العديد من المبادرات الوطنية اللي بتقوم هذه الدول، دول أفريقيا، بتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها على الأخص مشروع يمكن يعتبر نموذج احنا بدأنا نطبقه بعد مؤتمر الكوب 27، وهو منصة نوفي والخاصة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء والطاقة. وتولي البنك التنمية الأفريقي مساعدة مصر في تدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج. أعتقد ده أيضا نموذج ناجح يستطيع البنك التنمية الأفريقي أن يكرره، أن يحول مثل هذه المبادرات إلى أن تكون مبادرة إقليمية أو مبادرة قارية. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدول الإفريقية يجب أن تدرك أن نجاحها سيكون عبر اعتمادها في المقام الأول على أنفسها، وبعدها يأتي دور المساعدات الدولية. جاء ذلك خلال كلمة مدبولي بإحدى جلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ. أعتقد أن دول أفريقيا الآن محتاجة أن تنظر بصورة واقعية أن نجاحها وتقدمها سيكون في الأساس بالاعتماد على بعضها البعض بقدر الإمكان. وكل ما هتستطيع أفريقيا أن تحقق جزء من الاكتفاء القاري في التجارة، في تعزيز التجارة والصناعة والخدمات والبنية الأساسية، كل ما أعتقد أنها هتبقى تحقق أهداف التنمية المستدامة بوتيرة أسرع بكثير جدا من إذا كان كل تركيزها فقط على التطلع إلى مساعدة المؤسسات التمويل الدولية، اللي بالتأكيد أيضا دورها شديد الأهمية. ولكن إن أرى النهاردة أن الوقت حان لكل دول أفريقيا أن تتحالف معا لكي تستطيع أن تحقق أهداف التنمية المستدامة لشعوبها. We'll be right back.
إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. انعقدت اليوم ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حيث تعقد 4 جلسات. تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديد توطين الصناعات المصرية وتحديات القوى العاملة. وشدد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الصناعة أهمية الخروج باستراتيجية جديدة. وقد أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب معتز محمود خلال كلمته على أهمية التركيز على الحلول العاجلة لتقليل فاتورة الاستيراد. كما تناقش لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على مدار جلستين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات. وأكد المشاركون في الجلسة الأولى في جلسات لجنة الاستثمار الخاص أن مصر لديها فرصة استثمارية في المجالات كافة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني موفد التلفزيون المصري رجائي رمزي. أهلا بكم مشاهدينا، رصد وتلخيص لوقائع وفعاليات اليوم الخامس من الحوار الوطني الذي تم تخصيصه لمناقشة المحور الاقتصادي. في الواقع هناك ملفين تصدر المشهد اليوم. الملف الأول كان يعنى بالاستثمار وتحديات الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي. الملف الآخر هو الذي كان يعنى بالصناعة في ضوء محددين رئيسيين وهما رؤية مصر 2030 وأيضا الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تم التوقيع عليها. في هذا المحور الخاص بالصناعة كان هناك يعني شبه اتفاق وشبه إجماع من قبل الحضور على بعض من النقاط الخاصة بأسباب تراجع إسهام الصناعة في مجمل الاقتصاد. المستهدف من هذا القطاع أن يسهم قطاع الصناعة بما نسبته من 30 إلى 35% من الناتج المحلي. أيضا كان هناك يعني شبه إجماع على ضرورة مجابهة التحديات الخاصة بتوطين الصناعة. كان هناك شبه إجماع من قبل المتحدثين على خطورة التباطؤ في الإنتاج. أيضا أهمية تواجد المصري في سلاسل الإمداد والتموين الدولية. إذا ما تحدثنا عن الملف الآخر الخاص بالاستثمارات وتحديات الاستثمارات التي تواجه المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، كان هناك يعني شبه إجماع وتوافق على ضرورة تعديل وتحديث التشريعات الخاصة بالمستثمرين بما يشجع المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي. كان أيضا هناك ضرورة بالحديث عن استراتيجية، هذه الاستراتيجية تكون متكاملة شاملة خاصة بالاستثمارات في ضوء محددات رئيسية مثل المحدد الخاص بالتنافسية الحيادية، أيضا التكاملية والحياد التنافسي. أيضا كان هناك يعني أفكار تعنى بالتركيز على ريادة الأعمال، و بالطبع تصدرت مشكلة الخاصة بالعملة سواء توفرها سواء ثبات سعر صرفها. محور الحديث جدير بالذكر أن الجانب الخاص بالاستثمارات يعني من المستهدف أن يمثل هذا الجانب ما نسبته 15% من إجمالي الناتج المحلي. كان هذا مشاهدينا هو ملخص سريع
فعاليات ووقائع اليوم الخامس من المحور الاقتصادي في الحوار الوطني بمشاركة كبيرة جدا وفاعلة جدا من كل الأطياف وخاصة المكون الخاص برجال الأعمال. شكرا لكم. شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ في أولى الجلسات النقاشية للجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي جاءت بعنوان أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحديات توطين الصناعة والقوى العاملة في مصر. قام أعضاء مبادرة ابدأ بإعداد دراسات تفصيلية موسعة حول التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، بالإضافة إلى إعداد قواعد للبيانات خاصة بالقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة محليا وعالميا، لوضع استراتيجية قصيرة الأجل تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هم توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل. قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سعيد شحاتة إنه لابد من زيادة معدلات الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل، سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي. وأضاف شحاتة أن الاستثمار الأجنبي يعد من أهم عوامل مواجهة الفجوة التمويلية دون اللجوء إلى الاقتراض، وهو ما يحافظ على مستوى الدين العام مما يقلل الضغط على العملة الوطنية. موضوع الاستثمار موضوع مهم جدا، خصوصا مع وجود الأزمة الاقتصادية الحالية، خصوصا كمان بالإضافة إلى انخفاض معدل الادخار العام، فبالتالي لازم نزود معدل الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل. في معوقات عندنا زي عدم وجود استراتيجية واضحة لطرح الأراضي الصناعية، عندنا عدد أنواع الضرائب عدد كبير جدا، عدم الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي عن طريق المناطق الحرة اللي موجودة في مصر. التوصيات اللي قدمنا بيها أول توصية كانت سرعة التنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار واللي انعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية، ووضع خطة تنفيذية لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس تشمل من يقوم بالإجراء وإيه الإجراء المطلوب ومتى يقوم به، ومع وضع خطة متابعة لتنفيذ تلك الإجراءات ترفع تقريرها بصورة دورية للمجلس الأعلى للاستثمار. قال علي عبد القادر عضو مجلس إدارة المصدرين المصريين إن مصر أمام فرصة ذهبية لتحويل المسار الاقتصادي نحو التصدير والاستثمار. وأضاف عبد القادر أن هناك شركات أوروبية عملاقة تبحث عن أسواق قريبة منها، ومصر تتميز بمزايا كثيرة في هذا الإطار. تناولت الموضوع الاستثمار من جهة التصدير، وزي ما احنا متوقعنا او زي ما حصل فعلا في المجلس الاعلى للاستثمار، فانا اتوقع طفره كبيره جدا، لان برضو في المجلس الاعلى للصادرات وده برضو بيرأسه فخامه الرئيس، واللي انا اتوقع ان هيبقى في قرارات تفيد التصدير في الفتره اللي جايه جامد جدا ان شاء الله. قال رئيس مجلس أمناء الشباب المصري رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان محمد ممدوح إن الدولة تقوم بإصلاحات في جميع المجالات، وأضاف أن الدولة تقوم بالعديد من الإصلاحات من أجل تحفيز عملية الاستثمار. عملية إصلاح تقوم بها الدولة المصرية في العديد من المجالات. خلينا نتكلم على الجلسة اللي أنا كنت متحدث فيها منذ قليل، وهي جلسة الاستثمار وكيف يمكن العمل على تعزيز مناخ الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي. مجموعة من الأطروحات كانت موجودة، شرفت أني عرضت رؤية مجلس الشباب المصري اللي بتتحدث على كيف يمكن أن نعمل على استثمار إرادة الدولة الصادقة في تحسين مناخ الاستثمار. وجود السيد رئيس الجمهورية على رأس المجلس الأعلى للاستثمار واللي صدر قرار تشكيله في الفترة الأخيرة، وأيضا 22 قرار اللي خرجوا منذ أيام قليلة بدون مؤشر أن في إرادة صادقة من الدولة لتحفيز عملية الاستثمار. قال رئيس لجنة الصناعة بحزب الجيل عمرو فتوح إن هناك ضرورة لإطلاق مشروع قومي لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج في مصر بمشاركة المجتمع ككل. وأضاف فتوح أن الهدف من المقترح هو هدف قومي لزيادة تنافسية المنتج المصري والصناعات الوطنية حتى تستفيد الدولة والمستثمر والشباب. أنا محتاج النهاردة أبتدي أدي ثقافة لشبابنا وللمصنعين بتوعنا إن أي حد محتاج بيجيب خط إنتاج أنا بقول له اتفضل ابتدي إنتج، بعفيه من أي ضرائب، بعفيه من أي جمارك، دي مهمة جدا في المرحلة الحالية. وعشان محدش يعني يزايد في الحتة ديت، أنا النهاردة لو أنا النهاردة ما دفعتش ضريبة
بس انا هجيب اكتر من الضريبه ديت لما مصنع يشتغل. يعني انا لما اجيب خطوط انتاج واشغل مصنع واشغل شباب وهساهم في تقليل معدل البطاله وهقلل الفاتوره الاستيراديه اللي هي العمله الاجنبيه اللي عامله لنا ازمه، وكمان لما ازود انتاجي هصدر، اظن ان احنا هنجيب رقم اكبر بكتير من الرقم اللي هناخده على خط انتاج. قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ريم القاضي إنه يجب تأسيس نظام ثابت لإصدار الرخص بشكل عام على غرار نظام الرخصة الذهبية، يشمل كافة القطاعات وبدون حد أدنى لرؤوس الأموال. وأضافت أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية حادة أثرت سلبا على الكثير من الدول، ما أدى إلى فقدان تلك الدول جزءا من تنافسيتها. توصياتنا كانت أنه مثلاً عندي تعدد جهات الولاية على الأراضي، أنا عندي ممكن مستثمر يجي عايز ياخد أرض بيبتدي يتوه ما بين الجهات المصرية، هيروح هيئة تنمية صناعية، هيروح جهة أخرى مش عارف الجهة منين. فإحنا كنا مقترحين أن إحنا نكلف الهيئة العامة للاستثمار أن هي تكون الجهة المنوطة بتعامل مع المستثمرين، وتذليل كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص مع جهات الولاية نيابة عن المستثمر. قال مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني سمير صبري إن الدولة شهدت منذ عام 2014 العديد من الإنجازات، ويأتي في أهمها القضاء على الإرهاب لتحقيق الاستقرار، وهذا ما يحتاجه الاستثمار. أضاف كذلك أن الدولة شهدت إصلاحات غير مسبوقة في البنية التحتية وتحسين حياة المواطنين، فضلا عن القضاء على فيروس سي. مجتمع المال والأعمال والسياسيين واعيين جدا لأن في طفرة في البنى التحتية في الدولة المصرية في التشريعات، قانون الاستثمار اللي صدر في 2017، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اللي صدرت منذ أسبوع 22 قرار مهمين جدا، كان في إشادة كبيرة، ومع ده برضو كانت الناس بتركز على بعض التحديات والمعوقات اللي ما زالت بتقلل من الطموح اللي احنا محتاجينه في القطاع الخاص. قال مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني باسم لطفي إن الحوار يعد خطوة إيجابية لإيجاد حلول للأزمات التي نعاني منها، وأضاف أن الاستثمار قادر على إخراجنا مما نحن فيه وخاصة الشركات الناشئة. حوار ممتع، بنسمع كل وجهات النظر، نسمع وجهات نظر جديدة، كل الأطياف وكل الأحزاب قاعدة على الترابيزة بتقدم المشاكل والحلول في ملف الاستثمار سواء محلي أو أجنبي. طبعا كم الشباب برضو المشارك حاجة يعني أفتخر بها جدا، ولكن عندما حضرتك بتقول المشاكل والحلول، أنا النهاردة سمعنا من أحد الشباب أهم المشاكل والحلول آليات حل هذه المشاكل. كلنا عارفين المشكلة فين والحل إيه، لكن آليات حل المشكلة هو ده اللي احنا المفروض نبتدي نتكلم فيه ونناقش فيه. قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مصطفى أبو زيد إنه لابد من وضع استراتيجية وطنية للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي. وأضاف أبو زيد أنه يجب سرعة تحول كافة القطاعات للرقمنة من أجل جذب الاستثمار. كل الحضور أشاروا إلى أهمية الترويج لعملية الاستثمار وزيادة عملية الحوافز، ولكن أنا من وجهة نظري في التوصيات اللي أنا عرضتها خلال مشاركتي في هذه الجلسة إن لابد إن يكون في وضع استراتيجية وطنية محدد بها كافة المعايير والمستهدفات الخاصة بالقطاعات اللي الدولة عاوزة تنميها وتزود مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وده يكون لمدة 10 سنوات، بالإضافة للإسراع نحو عملية الرقمنة والتحول الرقمي الخاصة بتيسير الإجراءات على المستثمرين، لأن ده هيساهم بشكل كبير جدا في تسريع وتيرة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية، بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوية التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يستمر لعدة أيام. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية، بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يستمر تنفيذهم لعدة أيام. وقد تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات. ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مؤكداً أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته. كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عدداً من المشاركين في المشروعين في أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطارئة التي يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات، مشيداً بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروعين التي تضمنت عرض القرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم والتنسيق والتعاون بين كافة العناصر المشاركة، كما ناقش عددا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مشيداً بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة، مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام. حضر تنفيذ المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة. في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالتدريب لرفع قدرات العنصر البشري، نظمت الوزارة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الأسبانية بالقاهرة دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وذلك لطالبات كلية الشرطة وعدد من الضباط والضابطات المعنيين بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان. بهدف إعداد رجال شرطة ملتزمون بالقيم الأخلاقية والإنسانية في مهامهم وتعاملاتهم وفقا للمعايير الإنسانية، فقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة الداخلية والسفارة الأسبانية بالقاهرة دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، لطالبات كلية الشرطة وعدد من الضابطات والضباط المعنيين بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان. Considero que ha sido una actividad muy muy beneficiosa tanto para la policía española como para la policía egipcia y creo que han sido unas jornadas que han sido un verdadero éxito que deberíamos repetir y deberíamos fomentar para continuar mejorando la lucha contra la violencia de género. Nada, agradecer estas jornadas aquí realizadas en el Cairo, en Egipto. Han sido, tanto para mí como para mi compañero, un auténtico éxito. Hemos aprendido mucho, creo que hemos dado nuestra visión española sobre la violencia contra la mujer. برامج الدورتين تضمنت عدة محاور، في مقدمتها التعريف بالإطار القانوني للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة ودور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة، إضافة إلى عدد من المحاور ذات الصلة والتي تسهم في صقل مهارات العناصر الشرطية العاملة في هذا المجال. وتهدف هاتان الدورتان إلى الارتقاء بقدرات العناصر الشرطية والاستفادة من الخبرات الدولية والأممية للتعامل الاحترافي والإنساني في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، ليتمكنوا من أداء مهامهم بصورة احترافية. لذا تواصل الوزارة تنظيم العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والأممية.
أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان المرحلة الأولى من مبادرة 600,000 باب رزق بمحافظة الفيوم. في إطار مبادرة 600,000 باب رزق للفئات الأكثر احتياجاً، ها هو يبدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الأولى من المبادرة داخل محافظة الفيوم بتسليم 107 مشروعاً تنموياً صغيراً وأكشاك، والتي تعد ترجمة على أرض الواقع لبروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان أعضاء التحالف الوطني لتسليم مشاريع تنموية بقيمة 60 مليون جنيه. دي الانطلاقة الأولى داخل محافظة الفيوم، وهنستمر إن شاء الله على مستوى الجمهورية كلها وداخل كل المحافظات، مش بس النهاردة في الفيوم، وهيكون في أهلينا مرة تانية في الفيوم هيكونوا مستفيدين. مستهدف أكتر من 2000 حالة داخل محافظة الفيوم ومحافظة بني سويف من خلال إطار التمكين الاقتصادي اللي هيتم من خلال إقامة مشروعات. تم اختيار الحالات على أرض الواقع ناتج عن أبحاث ميدانية قامت بها جمعية الأرمان ومديرية التضامن بالفيوم. بعد كده رشحنا الحالات، النهارده ان شاء الله الحالات هتستفيد باذن الله بالمبالغ. ياتي اطلاق المبادره في اطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه لتخفيف العبء وتوفير حياه كريمه لهم عن طريق تحويلهم من مستهلكين الى منتجين، من خلال توفير فرص عمل لهم لاخراجهم من دائره الاحتياج الى دائره الاكتفاء والانتاج. كنت مقدم حضرتك على كشك جمعيه الارمال والحمد لله وصلت لهم، مشروع ان شاء الله مشروع خير باذن الله. انا خدت كارد من جمعيه الارمان وبشكر جمعيه الارمان جدا انها وقفت جنبنا وساعدتنا. انا كنت عايز ازود المشروع فسالت الناس، بعتوني لجمعيه الارمان وحياه كريمه، فالناس مشكورا قاموا معايا بالواجب. قدمت في الارمان على كشك وبلوني وبعتوا لي بعد كده استلمته وهيدوني كمان بضاعه احطها فيه. بنشكر جمعيه الارمان ساعدتنا كتير. يسعى التحالف من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي للعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وإيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية. زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي خط الجبهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وقالت الرئاسات الأوكرانية في بيان إن زيلنسكي زار مواقع متقدمة على الجبهة في منطقة الدفاع فولغيار مارينكا، حيث تجرى معارك من الجيش الروسي منذ أشهر. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب غرب بخموت. وأوضحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القتال في بخموت تراجع بشكل ملحوظ، في حين تقوم القوات الروسية بمسح المناطق الخاضعة لسيطرتها، مضيفة أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما في عدة مواقع شمال وجنوب بخموت. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. محمد عبد الله، ما هو أخبار الاقتصاد والأعمال؟ إليك محمد. شكرا أميرة وشكرا هبة، ومشاهدينا تتابعونا جولة مع أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. تفقد وزير البترول طارق الملا مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية، وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط. وبدأ الملا جولته التفقدية بافتتاح وتفقد ورش التصنيع المركزية الجديدة لشركة بتروجيت التي أقيمت على مساحة 20,000 متر مربع. وأوضح الملا أن إقامة هذا المشروع بهدف زيادة القدرات التصنيعية لرفع نسب المكون المحلي في المشروعات الجديدة لقطاع البترول بمنطقة أسيوط البترولية.
انطلقت فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في جلسته الرابعة تحت عنوان التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية. وناقش المنتدى أهمية السياسات اللازمة للمزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة على عدد من الأصعدة بما يشمل البيئة التشريعية والتنظيمية وسياسات التعليم وسوق العمل وريادة الأعمال والنفاذ للتمويل. ويأتي ذلك في ضوء التقديرات الدولية التي تفيد بأن زيادة مستويات مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل إلى المستويات المماثلة للذكور من شأن تحقيق الاقتصاد المصري لمكاسب اقتصادية تقدر بنحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي. شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية المنعقد في العاصمة وارسو بتنسيق السفارة المصرية في بولندا ومكتب التمثيل التجاري وبحضور شركات بولندية عاملة في قطاعات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر. وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن تلك المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة والشركاء في مختلف دول العالم واستكمالا للجهود الترويجية للهيئة ضمن استراتيجياتها الهادفة لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الاستثمارية المستهدفة خاصة قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات نقص أو تقلص بوسط زيادات الإمدادات الموسمية في الطلب على البنزين وتراجع إنتاج دول تحالف أوبت بلس، وما تجاوز تأثير قلق المستثمرين حيال التخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها. وارتفعت العقود الأجلة لخامبرنت بنسبة 8% لتصل إلى 76 دولارا و56 سنتا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% ليسجل 72 دولارا و47 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 88% لتصل إلى $2.37 سنتا للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.5% لتصل إلى $2.36 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت البورصات الخليجية منخفضة مقتفية أثر الأسواق العالمية مع تأثر المعنويات بتقلبات أسعار الطاقة وأزمة سقف الدين العام بالولايات المتحدة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية نصف نقطة مئوية مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع هبوط جميع أسهم المؤسسات المالية. كما أغلق المؤشر في بورصة دبي منخفضا نصف نقطة مئوية، بينما هبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.4% في حين انخفضت الأسهم القطرية للجلسة الثانية على التوالي ليخسر المؤشر 0.3%. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى هبة وأميرة. شكرا لك محمد. أظهر إخطار أصدرته الحكومة الهندية أنها لن تسمح بتصدير أدوية الشراب لعلاج السعال إلا بعد اختبار عينات في معامل حكومية، وذلك عقب وفاة عشرات الأطفال في غامبيا وأوزباكستان بعد تناولهم أدوية سعال مصنوعة في الهند. وقالت الحكومة في الإخطار أن أي شراب للسعال يجب أن يحصل على شهادة للتحليل صادرة من مختبر حكومي قبل تصديره اعتبارا من الأول من يونيو المقبل. وارتبطت أدوية السعال المصنوعة في الهند بوفاة 70 طفلا في غامبيا و19 طفلا في أوزباكستان العام الماضي، مما أثر سلبا على صناعة الأدوية في الهند التي يبلغ حجمها 41 مليار دولار. والآن مع أخبار المنافسات الرياضية المختلفة، عودة مرة أخرى إليك محمد. شكرا أميرة وشكرا هبة. جولة مع مجموعة من الأخبار الرياضية وملاعب كرة القدم. يستضيف الأهلي الآن فريق إنبي على استاد القاهرة الدولية في الجولة 29 من الدوري الممتاز، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى التعادل السلبي.
فاز البنك الأهلي على مضيفه أسوان بهدفين مقابل هدف في الدور الممتاز، وبهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز 13، بينما توقف رصيد أسوان عند 31 نقطة في المركز 14. يستضيف بيراميدز غدا فريق حرس الحدود على سد الدفاع الجوي في الدور الممتاز، وفي مباراة أخرى يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على فيوتشر على سد السلام. أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تجديد عقد لاعب الفريق بوكويو ياساكا، وأوضح أرسنال أن ساكا وقع عقدا جديدا طول الأمد دون الكشف عن مدته، لأن تقارير صحفية ذكرت أن عقد ساكا الجديد يمتد حتى صيف 2027. ومنذ بداية الموسم الحالي شارك الجناح الإنجليزي الشاب في 47 مباراة مع الأرسنال بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 11. نهاية أخبار الرياضة، من جديد أعود إلى أميرة وهبة. أشكرك محمد. يجوب طفل لبناني يبلغ من العمر 10 سنوات شوارع صيدا ليعرف الزوار المحليين والأجانب على المعالم التاريخية والسياحية بالمدينة الساحلية اللبنانية. بدأ الطفل عبد الرحمن الفران العمل كمرشد سياحي بعد المدرسة منذ حوالي عامين، مدعوما بالسعادة التي يحصل عليها من هذا العمل وقليل من اللغة الإنجليزية التي تعلمها للتواصل مع الزوار الأجانب. واشتهر الفران بين سكان صيدا بأنه أصغر مرشد سياحي في المدينة، حيث عرف تاريخ المدينة من مرافقة مرشدين سياحيين محترفين آخرين، ويعرض الإرشاد السياحي مجانا. Smartphone? Yes. Ah, this is what Tom Young was painting, eh? Use a boy. Alla faccia. Vedi che alla faccia. وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. محمد عبد الله في وقفة ثالثة. شكرا هبة، شكرا أميرة. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والرجل البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 33 22، الإسكندرية 26 18، مطروح 24 17، بورسعيد 28 18، الإسماعيلية 34 20، وإلى السويس 33 21، العريش 29 19، طابة 33 20، وشرم الشيخ 36 24، الغردقة 36 23. وإلى الأقصر 40 و24، أسوان 42 و25، الوادي الجديد 40 و24، شلاتين 34 و23، وحلايب 31 و24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن نترك مع حضراتكم مع اللقطة الأبرز لهذا اليوم. ختام النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. لقاءات ثنائية للرئيس السيسي مع عدد من قادة الدول والمؤسسات الإفريقية على هامش اجتماعات بنك التنمية الإفريقي. الرئيس السيسي يدعو المؤسسات التمويلية الدولية لمراجعة معايير وشروط حصول الدول على قروض ميسرة. في ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لجنة الصناعة توصي بالتركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية.